كيف تقاس قوة الزلازل بمقياس ريشتر؟ الزلزال هو اهتزاز مفاجئ للأرض يحدث بسبب مرور الموجات الزلزالية عبر صخور القشرة الأرضية، حيث تتكون هذه الموجات بفعل إطلاق شكل من أشكال الطاقة المخزنة في القشرة الأرضية بشكل مفاجئ. وغالبا ما تحدث الزلازل على طول الصدوع الجيولوجية وأطراف الصفائح التكتونية الضخمة التي تشكل قشرة الأرض. وقد واجه الناس قديما صعوبة في فهم الزلازل وسبب حدوثها، إلى أن ظهر علم الزلازل في القرن العشرين، حيث قدم دراسات علمية لجميع جوانب الزلازل. مقياس ريشتر هو أحد أفضل مقاييس الزلازل في العالم وأكثرها كفاءة وانتشارا في الوقت الحاضر. اخترعه العالم الأمريكي تشارلز فرانسيس ريشتر سنة 1935، وأجرى عليه عدة تطويرات وتحديثات فيما بعد. ومقياس ريشتر مقياس كمي يقيس مقدار الطاقة المنبعثة من مركز الزلزال ويحدد قوته، ويتم تسجيل قوة الزلزال عن طريق أجهزة الرصد التي يتم وضعها في أماكن مختلفة بحيث تكون مرتبطة بشبكات الاتصال والأقمار الصناعية. وقد يتفاوت إحساس البشر بقوة الزلازل طبقا لمستواها على مقياس ريشتر، حيث يظهر الإحساس بوجود زلزال إذا كان قياسه 3 درجات أو أكثر، والزلازل التي تفوق الدرجة السابعة فهي غالبا ما تكون زلازل مدمرة. وتصعب ملاحظة الفرق بوضوح بين الزلازل المتقاربة القوة لأن مقياس ريشتر يظهر تفاوتا كبيرا في قوة الدرجات، حيث يبدو الفرق كبيرا جدا بين الدرجة التي تليها بالنسبة للطاقة التي يحررها الزلزال. وعلى الرغم من ذلك يبقى مقياس ريشتر من أكثر أجهزة قياس الزلازل دقة وكفاءة وانتشارا حول العالم. مقياس ريشتر هو مقياس لوغاريتمي مكون من 9 درجات، وتمثل كل درجة على هذا المقياس زيادة مقدارها 10 أضعاف الدرجة التي تسبقها من حيث الشدة. كما تمثل زيادة وحدة واحدة على المقياس إطلاق طاقة بأكثر ب31 ضعف المقياس السابق. وعلى سبيل المثال الزلزال الذي تبلغ قوته 5 يطلق طاقة أكثر بمقدار 31 مرة ضعف طاقة زلزال بقوة 4 درجات. يعتمد المقياس بشكل أساسي على شكل التشوهات الذبذبية التي يتم رسمها على خرائط خاصة بوسائط خاصة بواسطة راسم مرتبط بعتلة تتحرك مع حركة الأرض، ولا يتقيد هذا المقياس بحد معين من قياس قوة الزلازل. لكن في الحقيقة لم يتم تسجيل قوة زلزال أعلى من 8.6 درجة، وهذا الزلزال هو زلزال تشيلي وقد تم تسجيله سنة 1960، ويتم حساب قوة الزلازل رياضيا من خلال العلاقة الرياضية لوغاريتم E تساوي 11.4 زائد 1.5 في أم، حيث يمثل رمز الـ E الطاقة الناتجة عن الزلزال، ويمثل الرمز M قيمة مقياس ريشتر. الرمز اللوغاريتم هو اللوغاريتم الرياضي. اعتمد علماء الفلك قديما على استعمال العديد من الوسائل لتحديد مقياسين أساسيين لوصف حجم الزلزال وقوته وشدته. الأول هو مقياس شدة الزلزال، وهو مقياس يقيس درجة اهتزاز الزلازل في كل مكان، وذلك بملاحظة الأضرار الناجمة عنه. ومع تطور أجهزة قياس الهزات أصبح بالإمكان قياس الحركات الأرضية عن طريق الأجهزة، وهذا ما يطلق عليه مقياس قوة الزلزال، وهو مقياس كمي يقدر مقدار الطاقة المتحررة من الزلزال. ويعتمد هذا المقياس بشكل أساسي على البيانات المأخوذة من السجلات الزلزالية،